المغرب، لا إله والمغرب ريب مش رب لا والمغرب والمغرب، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا هجرا جميلا، روح عند الجيم بالإيه هجرا والمؤقتة جميلا. هجرا جاي هجرا مش هجرا ران كده هجرا جبت الفؤون مفقمة لا لا هجرا ران جاي هجرا جميلة، ماشي ولا ايه؟ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت ما تخليش اللام الجبال، كده ما تقفيش على اللام بالشدة دي يوم لو هتقفي عليها اقفي عليها بالتوسط الجبال، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا رسولا رسول مش رسو لا اسمها رسو سو رسولا شيء هتيا سهل. سين مش صوت إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، اسمها فير مش فر لا ما فر اسمهاش فر اسمها فير فر فرعون تمام، إلى فرعون رسولا رسول رسولا رسولا انت بتطلعي تقولي رسول كانك تقوليها رسول صو صاد كان اللي يسمعك يقول مول يا صاد لا هي رسول سو رسولا ما حكم كلمة فرعون وصلا ووقفا الواو حكم الواو الساكنة هنا ايه؟ وصلا تعتبر حرف لين ايه بقى؟ عند الوقف، يعني يسمى مد لين، مد عرض للسكون، انطيه ايوه أربع كده حركات 2 6. يبقى وصلا حرف لين زي اي حرف جيبي اتحققي الايه المخرج بتاعه وجيبي زمن السكون بتاعه بس أما ايه وقفا رأيك؟ يبقى مد لين عند الوقف فقط مد لين مد لين ماشي إيه كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أي فرعون رسولا أنا جبت بس إيه يعني هل أنا قلت فرعون رسول عملت كده لا مديت فيها جبتها حركتين لا فرعون رسولا فرعون رسولا كأن أي حرف عادي منطقه زي بديله الساكن تمام بتاعه أما لو أنا هقف فرعون هضطر أقف بقى ليه؟ ليه بقى مد عند الوقف؟ عشان أنا سكنت النون سكنت الحرفين. فبقت الواو ساكنة والنون ساكنة فهنا بقى يبقى مد لين هيتحول لمد لين هنا بقى فرعون فرعون الرسول فعصى أوه. فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، كان ايه؟ كان كان ايه؟ وعده كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. حسبك. يلا طلعي لي بقى من فطر به كان وعدوه مفعولة، طلعي لي الأحكام المد والأحكام السكن. إن شاء الله. النون مع الفاء إخفاء حقيقي. الباء إقلاب. أحسن. التنوين مع الباء إقلاب. الياء المادية، الياء يعني مد صلة، لا ياء مادية، ما إيه مد صلة، مد صلة صغرى، الياء الصغيرة، لأن الياء الصغيرة دي إيه مادة صلة صغرى. لأما جاء خلف حرف الهمزة. وعده مفعولة، مد صلة صغرى أيضا. وتنوين الفتح عوضنا علينا وبمد العوض. ايوان، يبقى مفعولة اقف عليه حركتين، مد مد عوض عن عوض التنوين ومنصوب حركتين، لكن اصلا هيبقى مفعولا ان حكمها ايه؟ شلون؟ إن إذا غنى حركتين نعطيها احسنت. لا، تذكرة. مفعولا ان حكمها ايه؟ مفعولا إن إظهار حلقي، تنوين مع ايوه الهمزة كده، إظهار حلقي. احسن يلا. الياء الساك الياء المادية مد صلة صغرى. التنوين الضم مع الفاء إخفاء حقيقي. النون مع الشين إخفاء حقيقي. السبيلة مد عوض، تنوين الفتح مد عوض. ممكن أحسنت جزاك حركتين. الله خير، بارك الله جزاك فيك عنك، بارك الله فيك، ياسمين. وجزاك عنك الخير. إن شاء الله ربي.